سي مهدي، تحياتي، فرصة سعيدة، مرحبا. اهلا وسهلا صباح سي الخير. نتيك، شرف كبير لي انني نجيو معاك مرحبا وشرف كبير لي انني نتلاقى عاوتاني مع الجمهور الرجاوي في اللايف ديالك. مرحبا، الشرف متبادل اخويا. اش يمكن لك تقول لنا على اللاعبين، جوج لاعبين اللي حنا اليوم تنقدموهم، اللي هو مقدم واللاعب خابر، وشنو كيبان لك في هذا الشيء اللي كيطرى في النجاح حاليا؟ تفضل. اوكي، اول حاجه انا كنت ندوي معك البارح ولكن لظروف خاصه اللي بغيت ندوي عليه هو الاول. استاذ ناسيك، اول قدوم ديال هذا الرئيس هذا، كنا تنقولوا هذا الرئيس هذا كنا باغيين منه حنايا انه ينقي الوجيز، وي متفقين في هذه وي القضيه كنا هذا هو صح؟ الهدف الاول اللي كنا كنقلبوا عليه. صح، السيد دخل بدا تنقي في الوزيز، قال لي وعدنا بالانتدابات، فاش بدينا كنشوفوا تيجي في الانتدابات علاش بدلنا الرؤيه ديالنا وما بقيناش غاديين مع التوجه ديال الرئيس انه ينقي الوزير وانه يمشي في نفس الاستراتيجيه. هذا الشيء الا كان كيبين واحد الحاجه، كيبين باننا احنا كرجاويين احنا الاولين من لافوت، احنا الاولين خاصنا نتنقاو. وبلاتي بلاتي نناقش انا وياك اخويا المهدي. بغيتي تعرف شكون، حسب الرؤيه ديالي والراي ديالي الخاص، بجوجنا غالطين، ماشي غدا. بدراوي غالط والجمهور غالط، عرفتي علاش؟ بدراوي غالط لانه في الاول فجأة دار واحد التصريحات اللي هي شويه دغدغات المشاعر تاع الجمهور. بحالاش مثلا قال بانه انا غنجيب لعابه اليوم مستوى العالي، وغادي نرجع الرجاء للمستوى للعالم القاب، وغادي غندير ميسا العام الجاي، غنديرو ميسا. وبلاتي يمشي معاك شويه بشويه باش نقدر. دونك ملي كتقول انت، تفضل تفضل. ملي كتقول انت هذه الهضره كرئيس للجمهور، والجمهور الله يحيد، الله يخليك الا ما حيدش صداع حداك، شوف شي واحد لا كيغوت لا حداك. بعد بعد داكور، بعد بعد في كل دونك شيء. انت ملي كتقول الهضره هذه، لمن كتقولها للجمهور اللي هو موحش الالقاب، يعني بالاخص العصبه، اللي هو يعني عاش ازمات هذه 7 سنين وكيسوفري، يعني موحش يشوف لعابه نجوم لان كيجيبوا ليه غير كلاس. اذا انت ملي كتقول لهم هذه الهضره وميسا وكذا الى اخره، ملي كتقول لي انت هذه الهضره، الجمهور عرفتي شنو هو؟ راه كيدخل واحد العالم ديال الحلم اللي هو كبير. اش كيولي كيدير؟ كيتسنى منك توفى بداك الشيء اللي قلتي. سي فغي انه انا متفق معك. الى دوينا على البدراوي وغنقولوا بانه انا متحمس وفرحان بديك الفرحه اللي فرح به الجمهور في دونور، بالاخص في الماتش ديال الحسنيه، وشاف داك الحماس وداك الشيء مزيان. هذاك هو الماتش اللي جي مزيان، داك الشيء زرع فيه واحد الحماس حتى ولا. سي فغي، ولكن حتى هو ناقص تجربه، راه ما نساوهاش في المجال الرياضي، ناقص تجربه. هادشي اللي بغيت ما نقوله كانش خاصك انت في الاول تقول بانني انا غنحاول نخدم على ما هو اداري بالدرجه الاولى، وبخصوص ما هو تقني، غادي نعاودوا نبنيو الفرقه وغادي نبنيوها على مراحل شويه بشويه، وان شاء الله ونحاولوا نحيدوا الديون اون ميم طون باش حتى الجمهور فعلا كتوجدوا. استاذ ناسي. هذا هو الكلام اللي لحقاش كنقول. كان عليه يقول واحد الكلمه، لحقاش هو كان باقي ما شافش يعني حتى يعني الديون اللي كاينين عند الراجل. السيد فاش دخل على واحد تاريكه من الديون. ايوا ستة، راه كانت في راسو ستة، قالها في الأول، راه ستة قالها في الأول، ستة ستة اللي كتدخل أنت يعني بستة، اولا راه ستة محدلين. سي فغي أنه كاين ديون أخرين خباهم عليه، ولكن ملي كيكون عندك ستة المليار ديال الديون، راه ديجا راه قضية غالقة. دونك نضرب ونقيس، ماشي عاوتاني نواعد عاوتاني بميسا وداك الشيء. ونتمناو حتى دابا الحمد لله باقي ما شفناش الفرقة في التيران، انا ولكن غير استاذ هو ناسيك كان يخفف عليه الضغط تنظن. تفضل. فعلا انا كحاجه اخيره اللي غادي نجبد في هذا الموضوع هذا وي. هو ان انا سوى جاب اسميتو وسط ميدان دفاعي واسميتو وتسعود ولا ما جابهم في هذه الانتقالات الصيفيه، كنقول بان الرئيس دار نص ديال الخدمه يخلوهم حتى الانتقالات الشتويه. هذه من جهه. الجهه شوف، الثانيه هي إذا كانت الإمكانيات كتسمح، إذا كانت الإمكانيات، ماذا بينا تكون الفرقة من دابا واقفة باش ديماري العام ديالها في لانين دغوات، ويكون اللاعب هاد اللاعب اللي غيجي في العود، غنتسناو تال ديسمبر عاد يدخل معانا في المنظومة، يدخل معانا من بداية الموسم ويدير معانا استعدادات كاع. فتنتمنى إذا كانت الإمكانيات كاينة، ما كاينش ما أحسن من دابا، خير البيض عاجل. من جهة أخرى يعني دويت على جوج ديال اللعابة اللي هما كبار وي فرق يعني في الفرق ديالهم،
داروا واحد الانتفاضه، وي لعب الاول كيلعب دفاع وحنايا كنا مشتاقين لذاك الربعه. الراجل شحال هادي ما داش واحد ربعه اللي صح. يكون كيبقى في الدفاع يعني ما كيطلعش، يعني حركات كنا كنشوفوه بعد لقطات بعد لخطرات انه كيسوفري وي كيلعب بوحدو كيحس راسو بحال بوحدو لحقاش. علاش ما عاديش نقولوا بان لحقاش السيد اللي كان لعب معاه حتى هو راه كيلعب نفس المركز ديالو، وي يعني وي حتى هو ما يمكنش لك انك تلومه لحقاش السيد مدرب على شي حاجه هتجيك بحال قلتي واحد مولف ياكل مثلا البيتزا تجي انت عادي تعطيه الحريره، وي وي راه ما يمكنش. وي هادي بعدا من جهه انني مطمئن الدفاع انه غادي يكون مزيان، واخا ان تنقول من الاحسن انهم يعني مستقبلا يعني في الانتدابات يعني الشتويه انهم يشوفوا ربع اخر اللي يكون معاه. أربعة أخوة. هو كاين داك الولد العرباسي عاوتاني، واش نقتلوه؟ واش حنا بما ان دوك لي جون، دوك لي جون واش على الأقل تكون عنده كاتريام ديفونسور؟ راه شحال غيلعب؟ غيلعب جوج ماتشات ولا ثلاثة كاع في العام عاوتاني، ماشي عاوتاني نعدموه. إلا جبناه كاتريام ديفونسور عاوتاني عنده تجربة بحال داك الولد داك العرباسي، ما غيلعبش وعنده إمكانيات داك العرباسي. أكيد أنا أكيد عرباسي، أنا أكيد عرباسي كيعجبني أنا، سي أن تخي بون ديفونسور، ودري بعقله، وخا صغير كيلعب بعقله، ودار دو بون ماتش. كاع الماتشات اللي لعب دوك جوج ولا ثلاث ماتشات اللي لعب كان في المستوى. هذا هو تفضل. بالنسبة للتسعود الصراحة حنا كنا تنطالبو بخابة شحال هادي. وي أنا حاجة وحدة اللي بغيت نعرف، علاش فاش جا خابة ناض الجمهور ديال الرجاء قال لك واش صافي واش هادي هما الانتدابات الكبيرة اللي كان داك الشيء باغي يدير كتشوف، فيهم؟ داك الشيء اللي كيخلعك اصاحبي، انت كتبقى كتعجب. واش هذاك ماشي كويري؟ راه كويري زعما كيلعب بجوج رجلين وما كيبان راس، وخطير في الكاري، وحنا كيعذبناها. الله جا كيعذبها منها، كيلعب اسفي مع الله جا كيعذبها، كانوا حاصلين معاه غير هو شكون يعني يشدو اصاحبي. ما كنفهمش انا، شجع السيد ها بجوج كليمات، طلب مهاجم اخر، ولكن هذاك اللي عندك شجعوه باش هو الا بدل الفرقه خصوصا انك عندك بعدا انت بعدا مهاجم صغير، يعني عندك انت يا سميتو بن جديدة، بن جديدة هذاك بن جديدة، راه الصراحة مهاجم انا تنعتبره مهاجم كبير. بن جديدة طموح مهاجم كبير لحق السيد بعقله كيعرف كيفاش تيلعب. اللي وصلتني انه حتى مواقع التواصل الاجتماعي السيد ما مديهاش فيها بصفة نهائية، يعني كيخدم على راسو كل مرة كيتطور. وي وقت ما دخل كيدير لك ديفيرونس وي فوالا. انا السيد هذا نعجبو يعجبني يكون في الراجع، وي بصح. وهذا الشيء اللي كنت نقول، وكنتمنى ان الجمهور الراجع انه يساند الراجع طبيعة الحال.